يعني ثورة 85 عندما جاء المشير سوار الدهب رحمة الله عليه، وجاءت يعني جاء المجلس العسكري معه أنذاك، يعني هم دفعوا بالحكومة أو اختاروا شخصية توافقية أنذاك من التكنوقراط يعني. الدكتور دفع الله الجزولي كان هو المختار، هو الذي اختير أنذاك، وهو قام بتشكيل الحكومة، ومضت المسألة إلى الانتخابات التي تنافست فيها الاتجاهات المختلفة. فبالتالي أنا أظن أن المجلس العسكري للأسف أضاع كثيرا من الوقت يعني في قضية التحاور. اسمحوا لي فضيلة الشيخ.